السلام عليكم يا الاخوه الجزائريين الزلفلا والقبيلين اي مزيغان اني ذا ما سلام. راني جيت باش ندير واحد لا فيديو ونبقى في الموضوع هذا تاع الاسلام. دو توت فاصون كنت باغي ندير هذا، راني باغي ندير واحد لا فيديو صافي لونطون كو جي اونفي دو لا فير. لا فيديو اللي حبيت نديرها هي ماشي اللي راني نديرها درك، باللي اللي راني باغي نديرها قبل ما ندير هذا لا فيديو باغي نسقسيكم دابور. الو بغيت ندير فيديو على الاسلام باش نعطي الراي نتاعي كيفاش باركل مويا باي طريقه باركل فاصون واش هما لي زيدي اللي نطيقو نستعملوهم في المجتمع تاعنا، المجتمع العربي ولا الاسلامي بصفه عامه ولا المجتمع الجزائري، باش الاسلام يتطبق بلا ما يكون الهرج، بلا ما يكون الكراهيه، بلا ما يكون بالسيف، بلا ما يكون امبوزي، اي دو تيل فاصون كيل فا اتر انتغري. عندي دي زيدي كو جامري بيان اكسبوزي هنايا في الانترنت نعطيهم لكم كومون فير pour que l'islam soit intégré dans la société بلا ما يكون الهضره بزاف ولا بلا تكون الكراهيه، بلا ما يكون السبان ولا ايتترا. باسكو انايا انا جو كروا نامن بلي الاسلام ماشي تاع السبان ولا تاع الكراهيه ولا تاع امبوزيه ولا تاع تيمبوزيه الى قوي تاع لازم اوبليجي. الاسلام بور موا سي اون ريليجيون كيما يقولوه دو بي تاع السلام وتاع الحب دامور دو بي تاع السلام. باش تكون الحياه نتاع الانسان تمش تكون سليمة، بصح باش تكون الحياة تاع المجتمع تاع توت اون سوسيتي تعيش في سلام. وكي نقول هكذا ما رانيش نقول هكذا باسكو لاق نقول هكذا ولا باش نارون دي سيرفيس لهذو اللي يسمعوا لي ولا باش يقولوا للناس يعطيك الصح هذا كلام صواب. ماشي دون سو سونس اللي راني نقولو. انا راني نقول هكذا خاطر نامن هكذا، نامن به هكذا. ما رانيش نقولو باش يقولوا لي صح ولا باش يقولوا للناس ولا باش نرضي لهم سيرفيس للناس. راني نقولو هكذا باسكو انا نامن هكذا. فوالا هذا الراي نتاعي على الاسلام. دوك مقبل ما نبدا في لا فيديو، مقبل ما ندير هذا لا فيديو ما نديرهاش اليوم، حبيت نسال الناس هنايا. ديجا راني سالت اختنا ديزاد قناويه باش هي ثاني مقبل ما ندير لها لا فيديو تاعي تعطي لي الراي تاعها. هي كي بار دو الاسلام كي ني با فريمون بور ان ايتا لايك ولا بلوز او موا ما فماش ما على باليش كيفاش واش هي الراي تاعها. طلبت منها باش دير لي اون فيديو وين قلت لها تعطي لي الراي نتاعك، يعني لو كان انت تكوني اون بوليتيسيان واش هما بار كيل مويان، واش هما الطرق، واش هما لي مويان، واش هما لي فواسون، واش هما لي زيدي اللي تمديهم بور باش تنتيغريو الاسلام داخل المجتمع بلا ما يكون باش بور انتيغري الاسلام في لا سوسيتي كسا سوا اون شوز اللي يعيشها الشعب بلا 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 الاخر بلا سون لامبوزي بلا الزقام بلا لي بروبليم. قالت لي راه هي رايحه تدير لي هذا لا فيديو. دوك انايا كي تديرها لي من بعد راني نديرها اوسي فيديو. وثاني اونتر توم بغيت نسقسي هذو اللي تكلمنا كاع معاهم على لي نون جونور، هذا في تيزي وزو منا، هذا بول، هذا كونتر منا. بون يافي بوكو كي تي كونتر. دوك نسقسيكم بواحد الحاجه بس كان يا جو كروا انا نامن بواحد الحاجه بلي الاسلام في لي موند عرب هادو كاع بالجزائر بكاع الى ايتي انسترومونتاليزي
مستعملة من الديكتاتوريين لغرض سياسي، يعني باش بهذاك الإسلام يتحكموا لميو على الشعب، يستعملوا الإسلام باش يتغلبوا على الشعب، باش يحكموا الشعب في يديهم. وعلى هذا اللي تغير المفهوم تاع الإسلام، تغير الاخر المفهوم تاعو، يعني تغير السونس تاع الإسلام، ولا يلون يوتيليزي دي تال فاسون كلا غيروه. ودركا الإسلام اللي دفني il n'a pas il n'a plus هذيك le sens تاعو كيما كان à l'origine. هذا الرأي تاعي، راني رايح نفهمو plus en détail. Je vais donner mes idées comment كيفاش بأي طريقة إلى خي تنتجري الإسلام باش ما يكونش باش يبقى إسلام، باش يبقى دين، وباش الناس يحبوه، وباش تكون باش يكون الحب، وتكون ويكون يكون 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 يقبلوه الناس بالحب وماشي بالسيف. اول حاجه اللي حبيت نقول نوريها لسقسيكم قبل ما ندير هذا الفيديو، عندي زوج دو كيستيون. اولا لا كيستيون كو جو بوز لي بوزيها لكم وماذا بكم تريبونديو لي، على حسب واش رانا نشوفو tout ce qu'on voit les télévisions, les médias, partout. Il y a des milliers, sinon des millions de musulmans qui sont convertis au christianisme. Mais je suis là, partout dans le monde arabe. Dans l'Afrique surtout, par exemple, c'est un article, c'est un documentaire d'Al Jazeera, où il dit que 6 millions de musulmans qui se convertissent par année, every year, le christianisme. C'est une action en Égypte. Des milliers d'Égyptiens sont convertis au christianisme. Fait France, il paraît qu'il y a 7000 Marocains, sans compter les Algériens, mais les Belges, les convertis au christianisme. Je vais vous montrer certaines choses. Par exemple, c'est un Égyptien qui s'est converti au christianisme. C'est des Algériens, des centaines de milliers d'Algériens convertis au christianisme. شوف بون هذا على بالي هذو قال سيدي جو ان سي با واش يكونوا سي دي مسلمون كونفرتي للاسلاميزم. هذا لو فيس دو فونداتور دو حماس الى ابوندوني الاسلام سي كونفرتي او كريستيانيزم. هذا سي تان ايرانيا كي هي كونفرتي او كريستيانيزم. و يا بوكو دي ايرانيا كي سي كونفرتيز اوسي كريستيانيزم. Donc, il y a beaucoup de musulmans, des millions, si, des milliers, sinon des millions, les rahoum, ils convertent à l'islam, le christianisme. Haja li ma kanetch bikri. Mais d'un autre côté, men djiha wahda akhra, kaini de plus en plus des Européens, des Anglais, des Allemands, des Français, des Américains, qui se convertissent à l'islam. Kifash hadi? Kifash nfahmou hadi? Et encore, donc les Européens qui se convertissent à l'islam, une partie de eux, c'est des intellectuels, c'est des médecins, c'est des ingénieurs qui se convertissent à l'islam. Y a le tara, d'après vous, où est-ce كيف هكذا حنا راهم يكيتيو الاسلام عندنا دي ميليا دي مليون وهذوك لي زوروبيان يا اوتر كاينين بزاف منهم لي كاينين بارتي منهم لي قاريين مفاهمين ديجي كي روفينا ليس كي فينا الاسلام كيفاش هكذا كومون اكسبليكي فو سا كيفاش راهم وعلاه راهم يخرجوا دو بلوز اون بلوز دو مسلمون من الاسلام انا جو بونس با كو سي الاسلام كي ني با بون. Il doit y avoir quelque chose qui fonctionne mal. Il doit y avoir quelque chose qui gêne les gens avant. Où est-ce qu'il y a le haja hadi? Mais tu dis le visa, خلونا ما ديك تاع الفيزا خاطر واحد اللي يمن
لي فريمون انكرويون ما يروحش اكوز دان فيزا يروح يبدل الدين تاعو، الوغ الا تبدل الدين اكوز دو فيزا سي سي با ان فري كرويون، سي ماشي كرويون تاع الصح. الوغ يا هل ترى هادو مع من قصرنا في الانترنت على لي جونور ولي نون جونور، اعطونا الراي نتاعكم واش واش هو كيسكو فو بونسي كي وي لو بروبليم هنايا. علاش لو كان لو كان الاسلام ماشي مليح ما راهمش يروحوش يجوا ما مش يدخلوا لي زوروبيان. الاسلام حاجه مليحه يا با ان كيسيون دو كي دو يافور كيك شوز كي فونكسيون مال. هادو اللي راهم يكيتيو ماشي واحد ولا زوج، بلوز اون بلي انكور بلوس de plus en plus il y a plus d'Algériens, plus de Marocains, plus de Tunisiens, plus de Syriens, plus de d'Iraniens, plus d'Africains, les Rahomi qui quittent, des musulmans qui quittent l'islam et se convertissent au christianisme. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. واش هي الحاجه هذيك اللي ما va pas. ما تقولوليش le visa. Visa هذيك c'est le واحد اللي converti à cause du visa, c'est pas un vrai croyant. Et puis كاينين دي في فرنسا اللي ما يستحقوش الفيزا دي ماروكان دي الجزائريين كي سي كونفيرتيس على الاسلام او كريستيانيزم دو بلوز اون بلو اي سون اون بلو نومبرو. اي دو لوتر كوتي كاين بيان سور دي فرونسي دي زونغلي لا مي تكونفيرتو للاسلام. كيفاش اي دو يافوار حاجه اللي ما اللي قلقتهم حاجه كي فونكسيون با بالك ما فهموش هذاك الاسلام مليح. يا هل ترى واش هو البروبليم دابري فو؟ اي سي فو كونيسي لو بروبليم ولا سي فو زافي دي زيدي واش هو البروبليم؟ واش هي لا سوليسيون اللي تقول نديروها؟ ماذا بكم تعطوا لي الراي نتاعكم واش من لا سوليسيون كيل فو فير باش هذا باش اليور باش بور ديمينيي لو نومبر تاع لي ميزيلمون اللي راهم يولوا سي دي كريتيان، واش لاق نديروا؟ سي فو كون سي فو زافي اون ايدي normalement si vous connaissez la culture vous connaissez تعرفوا la culture تعرفوا l'islam donc vous pouvez avoir une idée qui واش راهم واش اللي دار الناس هذو يخرجوا من الاسلام باش يروحوا للكريستيانيزم واش هو la solution que vous qu'on peut faire باي واش هي الطريقه واش هو واش الحاجه اللي بالك elle est faite اللي مخدومه ماشي مليح ولا elle est fausse مخدومه واش من حاجه يعني كي بيتيتر ما ماشي مخدومه كوريكتومون في لا سوسيتي تاعنا لي بالك هذاك اللي تبعهم باش يخرجوا من الاسلام اي سي فو كونيسي لا ريزون ولا فو زافي ندير واش هي لا ريزون واش هما لي سوليسيون اللي نديروهم كيفاش نديروا لهنايا الاسلام كيفاش ندير الاسلام في لا سوسيتي تاعنا باش ما يخرجوش الناس باش ما يولوش سيديكالاتيين. ماذا بكم تعطوا لي الراي نتاعكم في هذا النقطه باسكو سي تان بوين امبورطون وين انتم مسلمين تاع الصح فهذا واجب عليكم ان تفكرون في هذه النقطه لان المسلم كي يشوف خوه مسلم ارجع كريتيان لازم يحوس كيفاش يشوف كيفاش يرجعوا هذا سي 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 دون لو كادر تاع لي فالور اسلاميك hein c'est dans le cadre تاع لي فالور اسلاميك ان مسلمون نورمالمون يشوف يا ترى نروح نضربوهم ندوهم للحبس ولا اسكيا اوتر شوز اسكو نروحو نضربوهم ولا نديهم للحبس ولا نقتلوهم ولا نقتلعو لهم يدهم ولا واش نديرو لهم الناس هادو ولا اسكيا دوتر مويا كومو فير بور ايفيتي كو لي دي جون لي يروحو يولو سي ديكراتيف. هذه النقطه هذه حبيت ماذا بكم تعطوها لي تعطوا لي الراي نتاعكم. النقطة الثانية هو الاخر هذا البوان هذايا انايا الاسلام نعتبره كحاجة ك الاسلام كدين اللي يجيب السلام الهناء الحب ولا بي ماشي غير للفرد للإنسان كفرد ولكن لكل مجتمع للمجتمع كامل. alors أنايا parce qu'on on nous parle on nous on parce que j'ai eu des discussions avec certains sur l'akhor la pratique de l'islam عندنا. أنايا j'ai dit dans une de mes vidéos قلت بلي
قليل كان اون بارتي تاع الناس اللي هما مؤمنين بالاسلام، سيدي فاري كروي، وكاينين اون بارتي نسموهم سيدي زيكزيكوتون تاع الاسلام، منفذين الاسلام، لانهم ينفذون ما يملا عليهم من المجتمع وما يملا عليهم من الدوله. هذاك الاسلام هذاك زادوا داروا له لا ديكتاتور، خاطر حنايا في العقليه تاعنا ديكتاتوريين كاع. ديكتاتوريه هذيك زدنا دخلناها داخل الاسلام، غادي فورمينا هذاك الاسلام، ديفورمينا غيرنا له الاخر المفهوم نتاعو. هذاك لي سبيري تاع لا ديكتاتور اللي راهو عندنا حنايا، كاع لي ديزاتي دو بير، كاع لي لي بوليتيسيان تاعنا لي الجزائريين، كاع المنضرب، كاع الناس كاع اللي عايشين في لي بي دي ديكتاتور، كاع في راسهم كاع ديكتاتوريه. وهذاك الديكتاتوريه زدرناها دخلناها داخل الاسلام، ورجعنا هذاك الاسلام غيرنا له المفهوم تاعو. دونك ابري ولاو الناس كي يطبقوا الاسلام بالديكتاتوريه صافي يولوا ماشي اوتوماتيكمون، ماشي سبيسيالمون ولا اوتوماتيكمون مؤمنين بالاسلام، يامنوا بهذاك يطبقوا الاسلام، خاطر هذاك الاسلام خاطر خذوا النوردر من لا سوسيتي، خذوا النوردر من لا سوسيتي ولا النوردر من ليطا باش يطبقوا الاسلام، الوغ يطبقوه ك كوم ان ديفوار، كوم اون اوبليغاسيون. ما دي يولي يولي هكذا، استدير يولي ماشي مؤمن، يولي غير ستان اكزيكوتون، منفذ ينفذ ما اؤمر عليه، ما يملا عليه. وكاينين الناس بصح لي يامنوا، كاينين تاني. الور في هذه النقطه هذه نوريكم هذا الارتيكل هذا، كريميناليتي اون الجيري 240 arrestations par jour, selon un bilan établi par la gendarmerie nationale. La criminalité se banalise telle en Algérie, avec plus de 200 arrestations par jour opérées par la gendarmerie, sans parler des opérations menées par la sécurité nationale. C'est-à-dire, les 200 arrestations par jour par la gendarmerie, bla, les délits, t'as la police, hein? C'est la société tout entière qui se retrouve interpellée. Des solutions doivent être trouvées. Alors, anaya l'islam ne fahmo kima qultilkom comme din li machi kan ntabqouh kan hakda, il doit avoir lazm ykoun عندهم هدف ويكون عنده احساس في المعيشه تاع الانسان. استاذي لازم يجيب لابي، لازم يجيب لهنا، لازم يجيب الحب اتسيتيرا، سورتو في لا سوسيتي. وانا واش راني نشوف في المجتمع الجزائري ولكن المجتمع المسلم بصفه عامه، سي ماناش نشوفو هذا، رانا نشوفو كلا كريميناليتي راكم تشوفو هنايا راهي تزيد وتزيد هنايا. دروك سي ان ارتيكل كي مونت كي دي اوسي كلا كريميناليتي طلعت بارابور 2012 وطلعت بارابور بكري ايتترا، و سي ديفوني قال لك سي لا سوسيتي توت اونتيير كي سو ريتروف انتربولي. اسكي هذا دروك اسلام؟ وين راهو الاسلام هنايا؟ وين راهو الاسلام؟ الاسلام نورمالمون كي يكون ابليكي de telle façon que الناس يكونوا مؤمنين ما يكونوش منفذين الاسلام، كي يكونوا سي فري دي كرويون ماشي منفذين، سي با دي زيكزيكوتون تاع الاسلام، كي يكونوا مؤمنين ما يديروش ما يكونوش هكذا الاخر، ما تطلعش لا كريميناليتي. وما رانيش نقول ما لاقش تكون لا كريميناليتي توجور تكون، والناس اللي ما يمنوش توجور يكونوا درواش تحب توجور يكونوا. الور هنايا نطلب منكم ثاني تقولوا لي يا هل ترى اسك هذا سي نورمال؟ اسكو كي يكون الاسلام تكون تطلع لك لا كريميناليتي، اسكو سا سي نورمال؟ اسكو كي يكون فريمون الاسلام براتيكي بالايمان سي نورمال تكون هكذا لا 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 مالغري الاسلام تكون لا كريميناليتي اوت كيما راه هنايا وتزيد تطلع لا كريميناليتي مالغري يكون الاسلام في لا سوسيتي هذيك؟ ولا سي با نورمال باسكو لي جون سي با دي فري كرويون؟ باسكو الناس يقولوا حنا مسلمين مي افري دير او فون دو ميم سي با دي فري مسلمون؟
ils le disent comme ça. حنا مسلمين الى ما صامش ما يبينش الى ما صلاش ما يقولش الى ما ما ما, ما براتيكاش يقول لك انا مسلم اي بي سي تو سي بون يا هل ترى اسكو سا اوسي سي بيان اسكو درك نخلو لا سوسيتي تمشي كان هكذا او نون دو الاسلام مي لي العباد تاع الصح ماشي ما نقولوش كاع الناس ما ان بون بارتي تاع العباد سي با دي فري كرويون سي با دي فري مسلمون اسكو الا نخلوها هكذا ولا اسكو الا نغيروا الوضع نرجعوا الناس مسلمين تاع الصح مؤمنين تاع الصح باش ينقص الكراهيه باش تنقص لا كريميناليتي باش يكون السلام باش تكون الهنا اسكو اون دو الي دون سو سونس دونك الا نروحوا فاليد بو فولي كون فاي الي دون لو سونس هذا تاع تاع الهنا كو الناس يكونوا دي فري كرويون كي فون يبراتيكيو الاسلام بالقلب استعصح ماشي شو ماشي نفاق ماشي بالنفاق اتسيتيرا درك الى فو زيت بور سا الى راكم يعني فو بونسي كو سي لي جون يكونوا فريمون دي فري كرويون يفا يافور ان شونجمون في لا سوسيتي بوزيتيف يتنحت تنقص لا كريميناليتي يكون بلوس لا بي في لا سوسيتي تكون بلوس المحبه اتسيتيرا سي L'islam peut faire ça si donc les gens hado c'est pas vraiment des vrais croyants donc on peut éventuellement les changer. Si vous pensez qu'on peut les changer les gens, si vous pensez qu'on peut rendre les gens plus croyants, plus pratiquants, c'est-à-dire pratiquants mais plutôt croyants, mais je pratique en quelque sorte à la Jeunesse, pratiquants mais croyants. Est-ce qu'on peut réaliser ça? Par quel moyen? Il est, vous pensez qu'on peut rendre les gens plus croyants, باش نقصوا هذا لي بروبليم سوسيو هذويا واش الا نديرو باش نرجعوا الناس اكثر ايمان plus musulmans plutôt musulmans croyants ماشي musulmans تاع الهضره واش الا نديرو لهم qu'est-ce que vous proposez comme idée ou de quoi d'une façon générale واش الا نديروه اوتر كسكون افي جوسكا بريزون كيفاش ننتيغريو هذه سي لا كيسيون جينيرال كي جي بوزي اوسي لسيختنا اختنا دي زاد قناويا كيفاش الا نديرو باش ننتيغريو باش يكون الاسلام داخل لا سوسيتي باش يمشي d'une façon blâme تكون blâme باش يكون سلام blâme تكون الكراهيه ولا ريجوناليزم والسبان ومنا ولا موان نقولوا باش يكون موان تاع السبان وموان تاع الكراهيه باش يكون بلوس دونتونت تاع لي زانجيني باش يكون بلوس لا بي باش يكون بلوس الحب بين الشعوب بلوس مانيش نقول باش ما تكونش كاع لا كريمناليتي تكون يبقى يا توجور افوار اوسي دي جون يكونوا ماشي دي كرويون مي بور باش نقصوا هذا المشاكل الاجتماعيه واش الا نديروا يعني دي فاسون جينيرال باش الاسلام يكون داخل لا سوسيتي بلا ما يكون القلق بلا ما يكون الهرج بلا ما يكونوا لي بروبليم بلا ما يكون الكراهيه باش يكون بلوس تاع الحب بلوس تاع لا ستابيليتي في لا سوسيتي تاعنا الوغ ماذا بكم تعطينا الراي نتاعكم كيفاش نديروا الاسلام دو كيل فاصون نستاليوه في كيل فاصون نانتيغريوه في لا سوسيتي ايفونتيلمون دي زيدي اللي يكونوا نوفيل ماشي سكون افي جوسكا بريزون ماشي كيفاش اون كيفاش دارت الدوله جوسكا بريزون ماشي كيما دارت الدوله جوسكا بريزون باسكو رانا نشوفو على حساب كيما رانا نشوف انايا سا فونكسيون با الاسلام ناريا رامني دو بيان كيماش ابليكاوه الدوله لا فاسون كيفاش داروه الدوله رانيش نشوف بلي سا دوني كيك شوز دو بوزيتيف راني نوري لكم هاد لي بروف هادو دونك اسكو نتوما عندكم دي زيدي جدد دوتر زيدي فكروا كيفاش ننتجريو الاسلام باش ما يخرجوش لي زالجيريان ما يكيتيوش الاسلام ويروحوا يتكونفيرتيو لدوتر ريليجيون وباش يكون بلوس الهنا
ولا بي موان كريميناليتي في لا سوسيتي. ماذا بكم تعطونا الراي نتاعكم؟ والسلام عليكم وصحه فطوركم ولا صحه سحوركم.